النهاردة هنتكلم على لاب 5، وده هنتكلم فيه على الابستراكت كلاس والانترفيسز، وبعد كده في الاخر هنقول فاينل او بي نوتس، وهنسيت اب الجافا اف اكس او هنقول نوتس سريعة عليها عشان في ناس كتير واجهتهم مشاكل فيها. طيب ايه هو الابستراكت كلاس؟ بيقول لك ان السوبر كلاس that doesn't make sense to exist on its own، بمعنى ان الابستراكت كلاس ده الامبلمنتيشن بتاع الميثودز بتاعه مش كامل، ما اقدرش ان انا اعمل، وسنس ان هي مش كامل الامبلمنتيشن بتاعت الميثودز اللي فيها، ما اقدرش ان انا اعمل انستانشيشن من الابستراكت كلاس ده. طيب فهو بيقول لك ان it would be more realistic to declare it as an abstract class where no object can be instantiated. وسنس ان الامبلمنتيشن بتاع الميثودز ده مش كامل، فما اقدرش ان انا اعمل objects من الابستراكت كلاس ده. طيب فبيدي لك اكزامبل على ده، ان هو انت هتبقى عارف for sure ان كل الشيلدرن بتاعه او كل السب كلاسز بتاعت الابستراكت كلاس ده هيحتاج ان هم يوفررايد واحده من الميثودز دي. طيب هل الابستراكت كلاس بيحتوي على ابستراكت ميثودز بس، او ان الامبلمنتيشن بتاع الميثودز اللي جوه الابستراكت كلاس ده كلها مش كامل؟ لا، هنتكلم دلوقتي على الرولز بتاعت الابستراكت كلاس. فبيقول لك ان الابستراكت كلاس هو must be declared by an abstract keyword، فلازم لما اقول ان الابستراكت كلاس ده هو abstract class فعلا، فلازم ان انا اكتبه كده، هو هيبقى public او ال default access modifier abstract وال class name بتاعي. طيب it cannot be instantiated، ما اقدرش اجي في المين اقول class name ده equal new class name، لا، لان هو الامبلمنتيشن بتاع الميثودز بتاعه مش كامل. فبيقول لك it can have abstract and non abstract methods، معنى ان احنا قلنا ان الكلاس ده abstract فهو بنسميه ان هو non concrete class، class مش قائم بذاته، او مش هو مش بيجي بروفايد كل الامبلمنتيشن بتاعه الميثودز اللي فيه، بيحتاج ان في classes sub classes هي اللي هتنهرت منه وهت override الميثودز اللي موجوده جوه الابستراكت كلاس ده، وبالتالي هتدي correct implementations للميثودز دي. بس ممكن ان انا اعرف فيه non abstract methods، ممكن يبقى فيه methods قائمه بذاتها ومش محتاجه ان انا provide implementation ليها في السب كلاسز، الا لو انا عايزه override الامبلمنتيشن ده، بس سنس ان انا ما عملتلهاش override فهي خلاص قائمه بذاتها بالامبلمنتيشن بتاعها. قال لك ايه؟ we can have an abstract class without any abstract method، ممكن ان انا اقول ان الكلاس ده هو abstract وانا معرفه فيه كل الميثودز بالامبلمنتيشن بتاعها، بس انا عاملاه abstract عشان انا مش عايزاه يعني مش عايزه اي حد يجي في المين يعمل instantiation منه، لا، السب كلاسز بتاعته هي اللي هتبقى instantiated في المين. فبيقول لك ان this allows us to create classes that cannot be instantiated but can only be inherited. زي ما اتكلمنا في اللابس اللي فاتت، احنا لو كنا عرفنا class انه final فاحنا كده بايه؟ بنمنع الانهيرتنس منه. طب لو انا عرفت class abstract، ممكن الكلاس ده يبقى فيه ميثودز كامله بالامبلمنتيشن وفيه ميثودز مش كامله، بس انا كده بانيبل الانهيرتنس منه. طيب بيقول لك ان هو فيه داتا ممبرز، ممكن انا اعرف فيه داتا ممبرز وممكن اعرف فيه فاينل ميثودز عادي زي الكلاسز العاديه، وممكن يبقى عنده كونستراكتورز used for constructor chaining، ودي احنا شفناها في جزء الانهيرتنس. طيب بس هيديني compile error بقى لو انا explicitly عملت object من الكلاس ده بنيو، وعنده ممكن ان انا اعرف static class methods، فهو ليه access على كل الحاجات دي، ليه ممكن ان انا اعرف data members، ليه ان انا اعرف final methods و constructors و static members، وده عكس اللي احنا هنشوفه في الانترفيسز قدام شويه. طيب هنا بيقول لك نوت ان السب كلاس ده لو هو مش ابستراكت
it must implement all abstract methods of the superclass. بمعنى ان انا لو جيت عرفت كلاس تاني public مثلا sub class وقلت ان هو بي extend الكلاس name فده كده عندي sub class بي extend من الكلاس name اللي هو السوبر. طيب وهنا انا معرفه شويه abstract methods. لو السب كلاس ده هنا مش بي implement كل الميثودز او بي override كل الميثودز الابستراكت اللي هنا فلازم اجباري ان انا اعرفه ان هو abstract. وكده انا بقول ان السب كلاس ده برضو الامبلمنتيشن بتاعه مش كامل لانه بي extend من abstract class. طب لو انا هعمل override او implementation لكل الابستراكت ميثودز اللي في السوبر خلاص انا كده مش محتاج ان انا اعرف السب كلاس ده ان هو ابستراكت سب كلاس. طيب اخر حاجه بيقول لك ان الابستراكت كلاس ده can be the child of concrete class. All classes are children on the object of the object. يعني السب كلاس ده لو هو ابستراكت انا ممكن ان انا اكون باكستند من كونكريت فوقه ودي نفس الكيس اللي شفناها هنا. يعني مش بالضروره ان الابستراكت كلاس ده يكون بي اكستند من ابستراكت كلاس او كونكريت كلاس. المهم ان انا هديكليره ابستراكت بناء على ان الميثودز اللي جواه الامبلمنتيشن بتاعها كامل او لا. طيب نيجي نبص على المثال ده. دلوقتي انا عندي abstract class اسمه animal ومعرفه فيه abstract method اسمها abstract void speak وعندي class تاني اسمه dog بي extend من animal وعملت override للabstract method اللي هي في الانيمال ب implementation specific للdog. طيب وعندي class تاني بي extend من animal وعملت برضو override للimplementation بimplementation specific للكات. طيب لما اجي اعرف بقى في المين اقول ان animal احنا قلنا ده البوليمورفيزم ان الانيمال هو واخد instantiation من dog تمام. طيب وanimal c هو واخد instantiation من كات. لما اجي اقول بقى ان الدوج dot speak فهو هينادي الimplementation بتاع ايه؟ هينادي الimplementation بتاع الدوج. وبعد كده c.speak هينادي الامبلمنتيشن بتاع الكات فهنا هيطبع barking وبعد كده mewing. طيب ايه فايدة حاجة زي كده؟ انا عرفت ان في class عندي اسمه animal وعرفت فيه انها في abstract method اسمها speak. انا عملت كده ليه؟ انا دلوقتي مش عارف الامبلمنتيشن بتاعها ده هيكون ازاي باختلاف الانواع الانيمالز اللي هتتعرف من الانيمال ده ومش عايز كمان ان انا ابروفايد ديفولت امبلمنتيشن. لا انا مش عارف اصلا ايه اللي ممكن تعمله الميثود دي فعرفتها انها ابستراكت. فدي فايده من فوائد الابستراكت ميثودز ان انا بعرف ان بيقول عن يعني بقول ان انا عندي ميثود اسمها سبيك وبشوف بقى الامبلمنتيشن بتاعها اكوردنج للكلاسز اللي بتنهرت من الكلاس ده. طيب فهنا بيقول لك ان الابستراكت ميثود هي must be in abstract class لازم تكون في abstract class وقدام شويه هنشوف فرقها عن الانترفيسز. only signature دي بقى كده دي الرولز بتاعت الابستراكت ميثودز ان only signature هي provided with no implementation لازم with no implementation ابدا في الابستراكت class. طيب must be implemented in the subclasses ده لو ان السب كلاسز ما تعرفتش انها abstract. طيب static methods cannot be declared abstract ليه؟ مش احنا قلنا ان الstatic methods هي بتتنادى باسم الكلاس. باسم الكلاس ده معناه ان انا for sure انا واثق ان الstatic methods هي كاملة في الimplementation بتاعها ودي ليها version واحدة across كل الاوبجكتس اللي created من الكلاس ده
فأنا كده ما ينفعش إن أنا أعرف إن الأبستراكت هي static method. ليه؟ بيقولك because they are hidden and not overridden. ما ينفعش إن أنا أعرف الأبستراكت إنهم static. طيب بعد كده بيقولك إن ال constructors cannot be declared abstract. ليه؟ because a constructor is required for inheritance to work. فالconstructors هي الميثودز الوحيدة اللي ما ينفعش ان انا اعرفها انها abstract. تمام؟ لان الconstructor بطبيعته لو انا مش معرفه له implementation معين فهو بيبروفايد الديفولت implementation، او ان احنا قلنا بيinitialize الداتا members by default values، فهو بطبيعته ليه implementation. طيب والabstract methods لازم ان انا احط لها الكيورد abstract. يبقى كده لازم دايما الابستراكت كلاس احط لها الكي وورد الابستراكت، والميثودز الابستراكت احط لها الكي وورد الابستراكت بالرغم انها متعرفه في ابستراكت كلاس. طيب نيجي نتكلم بعد كده على الانترفيسز. الانترفيسز هي عباره عن ايه؟ ان هو بيقول لك ده عباره عن كلاس لايك بلو برينت. احنا كنا اتكلمنا في الاول خالص على ان الكلاس نفسه هو يعتبر بلو برينت ليه، او زي تمبلت معينه انا بكريت منها كابز، والكابز دي بتبقى عباره عن الاوبجكتس. طيب ايه فرق الانترفيس عن الكلاس العادي؟ الانترفيس هو عباره عن، نيجي ممكن نشبهه كانه كونتراكت. كونتراكت انا بديه للديفلوبر او للبروجرامر اللي هيكمل عليا بقيه الديزاين في البروجكت، بقول له ان الانترفيس ده هو بيبروفايد ميثود واحد واثنين وثلاثه واربعه من غير امبلمنتيشن، وانت من حقك بس تامبلمنت الميثودز دي بالامبلمنتيشن اللي انت عايزه في الكلاسز اللي هتامبلمنت الانترفيس ده. طيب ايه فرق الانترفيس عن الكلاسز العاديه؟ فرق الانترفيس عن الكلاسز العاديه ان هي بتحتوي على constants بس وابستراكت ميثودز. ده دايما الانترفيسز constants بس، ما ينفعش ان انا اعرف فيها data members او variables زي الابستراكت كلاس، لازم constants. والابستراكت ميثودز تبقى موجوده في الانترفيس، ما ينفعش ان انا provide. احنا قلنا الابستراكت كلاس بيميكس ما بين الابستراكت ميثودز وما بين الكونكريت ميثودز، لا الانترفيسز هي ابستراكت ميثودز دايما. طيب بيقول لك ان الانترفيس ده هو بيسبيسيفاي what a class must do and not how to do it. انا بديه هو contract، بقول ان الانترفيس ده هو بيبروفايد ميثود واحد واثنين وثلاثه، ايه الكلاس ده هيعمله؟ زي ما قلنا هنا it specifies a contract that all implementers should follow. وبعد كده بيقول لك ان لو الكلاس بي implement an interface and doesn't provide a method bodies for all functions specified in the interface, then the class must be declared abstract. يعني لو انا عندي دلوقتي interface 1 وجيت اعرف class، فرق بقى ال classes عن ال sub classes عن ال interfaces ان انا في keywords اسمها implements. دي زي extend كده بس للانترفيس، ان انا بقول ان ال class ده بي implement interface 1. طيب وجيت عرفته، لو ال class ده لما هنيجي نبص على ال IDE، لما بقول ان في class بي implement interface هو لازم ي override كل ال methods اللي في interface 1. طب لو انا ما حبيتش ان انا اعمل implementation لكل ال methods اللي في interface 1، يبقى لازم اعرف ان ال class ده هو abstract. وكده بقول ان ال class ده هو مش كامل في ال implementation بتاعه. طيب الانترفيسز بيقول لك انها بتستخدم ان انا اشيف المالتيبل انهيرتنس في الجافا. انا ما ينفعش عندي في الجافا اقول ان انا
الكلاس ده هو بيكستند كلاس 1 وكلاس 2، ما ينفعش، لازم بيكستند من كلاس واحد بس او بينهرت من كلاس واحد بس. بس ممكن اعمل المبدأ ده عن طريق الانترفيس، ان انا اقول ان هو بيمبلمنت انترفيس واحد كما انترفيس اتنين. طيب ايه هي الرولز بقى بتاعت الانترفيسز؟ ان الميثودز كلها implicitly public. implicitly دي يعني انا مش محتاج ان انا اقول للميثودز اللي متعرفه جوه الانترفيس ده اقول public method، لا هي by default public وabstract. ليه؟ لان احنا قلنا ان الانترفيس هو مش بيبروفايد implementations للميثودز اللي فيه ابدا، فهي دايما by default public وabstract. ده عكس الانترفيس، العكس الابستراكت كلاسز. الابستراكت كلاس احنا كنا بنتكلم انها لازم تبقى بابليك، هنشوف انها تبقى بابليك او على حسب الاكسس موديفاير اللي انا عايز استخدمه، وهقول انها ابستراكت او لا، لان الابستراكت كلاس بيميكس ما بين الابستراكت ميثودز والكونكريت ميثودز. بس الانترفيس دايما لما هاجي هقول مثلا في void speak، دي كده ميثود جوه الانترفيس، فكأني حاطط public abstract قبل الميثودز دي، وكده بقول ان الميثود دي هي مش كاملة في الامبلمنتيشن بتاعها وانها public. طيب فبيقول لك ان الميثودز دي هي implicitly هتكون public و abstract only declaration with no body، زي ما قلنا هو احنا عملنا القوسين بتوع الميثود والسيمي كولون. When implementing the method in a concrete class, don't forget to add the public specifier. بس بيقول لك بقى ان انا لو عندي class بيimplement الانترفيس ده لازم هتتزود public كaccess modifier في الimplementation بتاع الميثود. طيب ده كده كلامنا على الميثودز. طب نيجي للداتا ممبرز اللي جوه الانترفيس. احنا قلنا ان الانترفيسز ما فيهاش غير constants، واحنا كنا اتكلمنا في اللابس اللي فاتت اقدر اعرف constant في الجافا عامه عن طريق ايه. قلنا ان احنا بنديكليره ان هو static final، final ان هو مش هيتعدل في القيمه بتاعته بعد كده، وستاتيك ان هو ليه فيرجن واحده اكروس كل الكلاس او اكروس كل الاوبجكتس الكرييتد من الكلاس ده. وبما ان قلنا ان كل الميثودز والداتا ممبرز جوه الانترفيس انها بابليك، فهي لازم هتبقى بابليك. فكل الداتا ممبرز جوه الانترفيسز اللي هي عباره عن كونستانتس بتتعرف انها بابليك ستاتيك فاينل. تمام. طيب التشابه بقى ما بين الانترفيس والابستراكت كلاس. الانترفيس هو cannot be instantiated، ما ينفعش ان انا اعمل منه اوبجكت زي الابستراكت كلاس لانه مش كامل او non concrete، عشان اللعب بالالفاظ لو في تشوز او ان هو بيسالك في شويه concepts. طيب بيقول لك ان الكلاس can extend only one solid class، تمام، but can implement multiple inheritance interfaces. وده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه ان الانترفيسز هي حلت مشكله المالتيبل انهيرتنس. فالكلاس هو يقدر ان هو extend only one solid class او هي extend abstract class. بس لو هي extend abstract class ومش هيعرف كل الميثودز انها في abstract، يبقى لازم ان انا اقول ان الكلاس ده abstract. بس اقدر ان انا اخليه implement multiple interface. طيب ده بالنسبة للكلاس. طب للانترفيس، الانترفيس برضو يقدر extend from one or more interfaces. ده كده فرق الextension بتاع الكلاس او الinheritance بتاعت الكلاس عن الextension بتاع الانترفيس. ان الانترفيس ممكن اخليه ان هو extend from one or more interfaces. طيب وفي الفيرجن الجديده بقى اللي نزلت من جافا، جافا 8، ان انا بقدر ابروفايد ديفولت ميثودز او ديفولت امبلمنتيشنز للميثودز اللي جوه الانترفيس. مش احنا كنا اتكلمنا ان الانترفيسز فيها ميثودز ابستراكت مفيش بادي ليها او مفيش امبلمنتيشن؟ لا،
انا اقدر ان انا اعرف methods معينه جوه الانترفيسز انها ليها ديفولت implementation. طيب نيجي نتكلم على الديفولت methods اللي جوه الانترفيسز. هي backward compatible، بمعنى ان انا ببروفايد ليها implementation default لو انا مش عايزه implement methods دي في الكلاسز اللي بتimplement الانترفيس ده. طيب فهنا بيقول لك if a new default method is added to an existing interface يبقى الابلكيشن ده will still continue working، بمعنى ان انا مش هفورس الكلاسز اللي بتimplement الانترفيس ده to provide an implementation for the new methods. ليه؟ لان انا هاخد الimplementation من الانترفيس اللي هو معرف فيه ان الميثود ده الميثود دي ديفولت وليها ديفولت امبلمنتيشن. بيقول لك ان ده في شبه منه من الابستراكت كلاس، ان هو الانترفيس ده هيكون بيميكس ما بين الابستراكت كلاس وما بين الديفولت ميثودز او الكونكريت ميثودز. بس الفرق ايه بقى؟ هو هنا برضو بيراجع معاك على الفرق ما بين الانترفيسز والابستراكت كلاس، ان الابستراكت كلاس كان ديفاين ا كونستراكتور عشان الانهيرتنس والكونستراكتور تشيننج زي ما احنا شفناها في السلايد اللي فاتت، بس الانترفيس ما فيهوش كونستراكتور خالص، لا الديفولت ولا ان انا اقدر اوفررايد ببارامترايزد. طيب والابستراكت كلاسز كان هاف برايفت ونون ستاتيك داتا ممبرز، بس الانترفيس لا، كل الداتا ممبرز والميثودز هي بابليك وستاتيك. ستاتيك بالنسبة للداتا ممبرز ونون ستاتيك للميثودز. طيب الابستراكت كلاس هو بيقولك ان بيشير سيم روت اس كونكريت كلاس او الاوبجكت كلاس، ان في الاخر كل الكلاسز هي عبارة عن اوبجكت او بتكستند من الاوبجكت كلاس اللي هي الجينيريك كلاس، بس الانترفيسز ما عندهاش سنجل روت، مفيش generic interface في الجافا، وده فرقها عن الكلاسز. طيب هنا example على ال default methods، أنا عندي إيه؟ عندي interface vehicle، تمام؟ معرفة فيه method اسمها get type دي void، ودي by default كده public و abstract. طيب في method تانية اسمها turn alarm on، أنا عرفت method دي إنها default جوه الانترفيس، معنى ايه؟ انها provide default implementation، وعلى حسب بقى مزاجي عايز اغير الimplementation ده في الكلاسز اللي هتimplement الانترفيس ده او لا. طيب عندي هنا class بيimplement vehicle، عملت override للميثود اللي هي get type وقلت انها هتطبع car، وعندي هنا class bicycle بيimplement vehicle وعملت override للميثود اللي هي turn alarm on وعملت override للget type. يبقى get type دي هي معمول لها override في two classes الcar والبايسكل، والبايسكل بس هي اللي عملت override للturn alarm on في اللي هي متاخدة من الانترفيس الفيكل. طيب انا جيت هنا بقى في المين عملت ايه؟ عملت object فيكل واخد instance من car، تمام؟ طيب لما قلت ان الفيكل car دي dot turn alarm on هي turn الالارم on، ليه؟ طيب هي الكار عاملة override للturn alarm on؟ لا، بس هي واخدة الديفولت implementation اللي في الفيكل، فهتطبع عادي turning the vehicle alarm on. طيب والcar dot get type الكار معمول لها implementation لل get type فهتطبع car. طيب عملت مس object تاني من ال bicycle يبقى vehicle bicycle in equal new bicycle. طيب لما قلت بقى ان ال bicycle dot turn alarm on هتطبع ايه؟ هتطبع error ان ال bicycle doesn't have an alarm، وكده تمام. طيب هنا لما اقول bicycle dot get type انا عامله override للget type جوه البايسكل فهتطبع بايسكل. يبقى كده انا شفت ان انا بعمل abstract method انا ممكن اغير الimplementation بتاعها في الكلاسز اللي هتimplement الانترفيس ده،
وممكن ان انا معرفه ديفولت ميثود بتبروفايد ديفولت امبلمنتيشن مبدئي وجيت غيرته في البايسكل، او ما انا عايزاه زي ما هو في الكار والطبع زي ما هو من الانترفيس. طيب احنا قلنا الانترفيسز هي حلت مشكله المالتيبل انهيرتنس. طيب هنشوف ازاي. احنا دلوقتي بيقول لك ريكول فروم ذا بريفيوس لاب ان الجافا هي ما بتسبورت المالتيبل انهيرتنس للكونكريت كلاسز، بس بتسبورت المالتيبل انهيرتنس من اللاب ده في الانترفيسز. بمعنى ان بيقول لك ان الديزاين ده ديزاين تشويس ده was made to avoid الدايموند بروبلم. طب هي ايه الدايموند بروبلم؟ الدايموند بروبلم دي ان انا لو عندي كلاس مثلا كلاس A، تمام، جيت عرفت كلاس B وكلاس C، والكلاس B ده هو بيكستند من كلاس A. طيب عندي كلاس A وعندي كلاس B وكلاس C بيكستندوا من كلاس A، وجي عندي كلاس D هو بيكستند من كلاس B وكلاس C. طيب لغاية الجزئية دي كده مفيش مشكلة. أنا عندي دلوقتي لو أنا معرفة methods في A ف B و C هيعملوا لها override. طب لو أنا في D بقى هيبقى فيه ambiguity للكمبايلر، هو هي invoke any implementation للميثود دي سواء في B أو C. وده أنا بتكلم على نفس الميثود، لو أنا ميثود واحدة أنا عامل لها implement يعني معرفها في class A وكلاس B وكلاس C بيكستندوا من A وعملت هنا override في B و C، تمام. طيب لو دي وأنا معرفة class D ده بيكستند من class B و C في نفس الوقت، طيب هو هي invoke any implementation، فده كده ambiguity وهي دي diamond problem. طيب هنا بيقول لك ان multiple inheritance can be achieved in Java through interfaces، والريزون لده ان الانترفيس ده هو عبارة عن blueprint with no implementation للfunctions، وهنشوفها في المثال في السلايد الجاية. وان بيقول لك ان الconflict functions definitions from two interfaces، او هنا زي ما اتكلمنا على two classes. في الانترفيسز بقى مش هيحصل اي compilation problem، بس في الكلاسز هيحصل. فبيقول لك هنا بس في ايشو بقى، ان الايشو دي هتطلع لما اعرف default interface methods. تعالوا كده نشوف هنا. انا دلوقتي لو عندي interface اسمه alarm وبي provide default implementation لل turn alarm on، طيب وهنا عرفت كلاس بي implement vehicle و alarm، و vehicle احنا زي ما شفنا في السلايد اللي قبل اللي فاتت بت provide default implementation لل turn alarm on. يبقى انا كده عندي ال vehicle بت provide default implementation لل turn alarm on، وعندي ال alarm بت provide default implementation لل turn alarm on. طب هنا بقى في الكار هعمل ايه؟ انا دلوقتي لو عملت override للturn alarm on هتعمل لي compilation error. ليه؟ هو هنا مش هيبقى عارف انه هينادي any implementation او هي override any implementation فيهم، هي override ال alarm ولا هي override ال vehicle. فالحل عشان افكس compilation error ده ان انا specify واحدة من الـ default implementations للـ two interfaces دول، أو إن أنا أيوز custom implementation ليا. يعني هنا جه قال إيه؟ نده الـ super بتاع الـ vehicle، قال إيه؟ vehicle.super.turnAlarmOn. كده هو نادى على الـ implementation أو الـ default implementation للـ turnAlarmOn في الـ vehicle. وممكن كان يقول alarm.super.turnAlarmOn، فكده هو اختار واحدة من الديفولت implementations للتو interfaces
او ان هو كان يشيلهم ويقول مثلا ان هو هيطبع ان هو اكزيست في الكار، يبقى كده هو عمل كاستم امبلمنتيشن للكلاس ده. فهو هنا بيقول لك ان ده هيطلع كومبايليشن ايرور لو انا مش معرف امبلمنتيشن معين للميثود اللي هي بتاعه التيرن الارم اون في الكار، وان الفيكس بتاعها اكسبليسيتلي اوفررايد التيرن الارم اون ميثود يوز ايذر التو ديفولت امبلمنتيشنز اللي في الفيكل او في الالارم، او ان انا يوز نيو كاستم امبلمنتيشن. طيب نيجي نتكلم على انترفيس من الانترفيسز اللي موجوده في الجافا، هي الكومبارابل. الكومبارابل ده هو انترفيس بيبروفايد ميثود واحده اسمها كومبير تو، شبيهه بالايكوال تو اللي احنا شفناها في الاوبجكت كلاس. دي بتقارن لي تو اوبجكتس ببعض، تمام؟ طيب فبيقول لك ان الليستس والاريز بتاعت الاوبجكتس اللي بتمبلمنت الانترفيس ده can be sorted automatically، تمام؟ by collections، collections ده interface dot sort. لما بقول collections dot sort وديله arrays أو lists فهو بيسورت الarray أو الليست دي. وبعد كده بيقول لك ده recommendation إن ال implementation بتاع compare to يبقى consistent مع ال equals to. ليه؟ انا دلوقتي في الايكوالز 2 كان الديفولت امبلمنتيشن بمعناها ايه؟ ان هو بيقارن لي التو ريفرنسز، لو بيبص لو التو اوبجكتس بيبصوا على نفس الريفرنس فكنت بقول ان ده ايكوالز 2 ده في الاوبجكت كلاس. وكنت ممكن اوفر رايد بقى الايكوالز دي ان انا بقول ان لو مثلا انا عندي بيرسون بقول دوت ايكوالز person 2، كنت بقول بقى ان انا هقول ان ال two persons دول بي equal لبعضهم لو هما ليهم نفس النيم. فكنت بغير في الامبلمنتيشن بتاعت الميثود دي. فهو هنا بيقول لك ان المبدا اللي انت هت override عليه او هت provide different implementation ليه للفانكشن اللي هي او الميثود اللي هي equals دي لازم يبقى consistent مع ال compare to، تمام؟ طيب هنا ده شكل الانترفيس، هو بياخد generic type اللي هي T لان انا مش ضامن ايه اللي هبعته للميثود ده اللي هي compare to. انا هقارن اي two objects ببعض او هقارن primitives ببعض. فهنا بيقولك ان function implementation should return compare to، دي بترجع integer، الانتجر ده ايه؟ positive integer لو ال current object اللي انا هنادي بيه الميثود ده is greater than the past object، او negative integer if the current object is less than the past object، او zero ان هما بيساووا بعض. طيب ده example على ال comparable interface. انا دلوقتي عندي class اسمه student بي implement ال interface اللي هو comparable، واديت له الجينيريك تايب بتاعه ان انا هقارن بيه ستودنت زي. طيب في داتا ممبرز عباره عن ايه؟ عن السترينج نيم والانتجر جريد، وعرفت كونستراكتور للستودنت ده بسيت فيه النيم والجريد، وعملت اوفر رايد للميثود بتاعت الكومبير تو، وبتاخد ستودنت نفس التعريف اللي انا قلته في التعريف بتاع الكلاس. وقلت ايه؟ الكومبير تو انا هقارن بقى على مبدا مش الاوبجكتس، انا هقارن على الجريد، هقول او هقارن ما بين الاوبجكتس بناء على الجريد. ان لو الباست اوبجكت دوت جريد ايكوال ايكوال ذيس دوت جريد اللي هو الاوبجكت اللي هينادي الميثود ده، لو ايكوال هيرتيرن زيرو، ولو اقل فهيرجع واحد، ولو اكبر هيرجع نيجاتيف واحد. طيب جيت هنا في المين عرفت ايه؟ عرفت student واحد اسمه احمد والجريد بتاعته 87، وstudent 2 اسمه علي والجريد بتاعته 65، وstudent 3 اسمه محمد والجريد بتاعته 93. وعملت student array حطيت فيها الاوبجكت الثلاثه اوبجكتس،
وبعد كده قلت arrays dot sort. arrays ده اسم انترفيس في الجافا. dot sort array. كده انا رتبتهم، فانا متوقع في الستيب دي ترتيب الستودنتس هيبقى ايه، هيبقى من الاصغر للاكبر. تمام، يعني علي ده هيبقى في الاول 65، بعد كده بعديه احمد 87، بعد كده بعديه محمد 93. وعملت فور على الاري دي فور ايتش، شكل مختلف للفور لوب، وقلت ان انا بلوب على الاري دي وباخد منها كل ستودنت وبطبع كل ستودنت بالنيم والجريد بتاعته. تمام، طيب هنا هو عمل ايه؟ ده نفس الكومنتس اللي شفناها في اللاب الاولاني، ان انا بكمبايل الجافا فايل ده وبعد كده برنه، فهو هنا دي الريزلت بتاعت الرننج بتاعته. طيب نيجي نتكلم على انترفيس من الانترفيسز اللي في الجافا اسمه كلونابل انترفيس. كلونابل انترفيس ده بيعمل ايه؟ هو بيعمل لي فيلد تو فيلد كوبي من الاوبجكت بتاعي. انا بعمل كوبي من الاوبجكت بتاعي في اوبجكت تاني، فهو بيقول لك ان الكلونابل انترفيس ده ماركر انترفيس، ان انا بمارك الاوبجكت اللي او الكلاس اللي هيمبلمنت الانترفيس ده ان هو اقدر اعمل منه كلون لاوبجكت تاني. طيب ان الكلاس امبلمنتس الكلونابل انترفيس تو انديكيت ذا اوبجكت دوت كلون ميثود. هو في ميثود اسمها دوت كلون. It's legal for that method to make a field for field copy أو shallow copy. وهنتكلم قدام على الفرق ما بين ال shallow copy وال deep copy of instance of that class. تمام؟ طيب invoking the object's clone method on an instance that doesn't implement the clonable interface result in exception. الاكسبشن ده هنشوفه قدام في جزئيه الاكسبشن هاندلنج. معنى الاكسبشن ده ان انا بثرو ايرور، بقول ايرور ان الاوبجكت ده او الكلاس ده مش بيسبورت ان انا اقدر اعمل منه كلون لاوبجكت تاني، فهيثرو اكسبشن اسمه كلون نوت سبورتد اكسبشن. تمام، فلازم ان انا اقول ان الكلاس ده او الاوبجكتس اللي كرييتد من الكلاس ده اقدر اقول ان الاوبجكت دوت كلون، لازم تبقى بت implement الانترفيس ده clonable interface. طيب by convention بقى ان ال class that implement الانترفيس ده should override the object.clone which is a protected with a public method. طيب نيجي هنا نشوف example على ال clonable interface. انا عندي دلوقتي class اسمه student بيمبلمنت الكلونابل. تمام، وعنده البروبرتس بتاعته هنا الكونستراكتور زي ما شفنا في الاكزامبل اللي فات، وهنا عملت اوفررايد للكلون والكلون بترجع اوبجكت، وهنا بابليك. ليه؟ لان زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت ان الكلون ميثود متعرفه في الكلونابل انترفيس انها بروتكتد، بس لما باجي اعمل اوفررايد بقى اوفررايد بالبابليك. وزي ما احنا شفنا في التعريف نفسه او البروبرتس نفسها بتاعت الانترفيس، اي ميثود بتتعرف جوه الانترفيس هي باي ديفولت بابليك، بس لما باجي اعمل لها اوفررايد في الكلاسز لازم بكتب كلمه بابليك. طيب فرق الكلونابل انترفيس ايه؟ فرق الكلونابل انترفيس ان الميثود كلون دي هي متعرفه فيه انها بروتكتد، بس لما جيت اعمل لها اوفررايد لازم تتوفررايد انها بابليك. تمام، طيب كلون هي بتثرو الكلون نوت سبورتد اكسبشن، وقلت انها هتريتيرن السوبر دوت كلون. الامبلمنتيشن الديفولت بتاع الكلون انها بتعمل فيلد تو فيلد او فيلد فور فيلد كوبي. تمام، ما غيرتش في الامبلمنتيشن بتاعت الميثود دي في الكلاس ده. طيب احنا لازم نبقى متفقين ان الميثود الكلون دي في الكلونابل انترفيس بتعمل شالو كوبي،
مش ديب كوبي، وهنشوف ايه الفرق ما بين الشالو والديب. طيب جيت هنا في المين، عرفت تو اوبجكتس من الكلاس اللي هو ستودنت. الاوبجكت الاولاني انا مدياله البروبرتي بتاعته احمد، والجريد بتاعته 87. طيب جيت قلت بقى ان ستودنت 2 انا عايزاه يكلون من ستودنت 1، انا عايزاه نسخه من ستودنت 1. فعملت ايه؟ عملت ان student 1.clone. طيب clone دي بترجع لي object، فلازم اعمل explicit casting ان انا اكاست من object لstudent. تمام، ورجعتها في student 2. فهو هنا بيقول لك must type cast student because clone returns an object. وهنا بيقول لك جزء ال exception handling ده هنشوفه في الجزء الثاني من الكورس اللي هو الجزء الاكسبشن هاندلنج. طيب هنا بقى عايزين نشوف ايه الفرق ما بين الشالو والديب كوبي. طيب ايه هو الشالو كوبي؟ الشالو كوبي ده هو انا بكوبي البريميتيفز من الاوبجكت الاولاني للاوبجكت الثاني. طب لو انا عندي في الاوبجكت ده reference type object، object جوه object، لا هو by default مش هيتعمل له reference جديد، هو هيتلاقي ان ال two objects الجداد او ال object التاني اللي انا عملت له copy من ال object الاولاني بيشاوروا على نفس ال reference، ال reference type اللي جوه ال object الاولاني. الكلام يلخبط شوية. طيب تعالوا نبص على مثال. انا دلوقتي عندي اوبجكت اسمه هاوس 1، في الداتا دي بريميتيفز، الاي دي ده انتجر، الاريا دي دبل او فلوت، والوين بيلت ده ديت اوبجكت. ديت اوبجكت ده من الكلاس اللي هو كلاس الديت، تمام، فهو ده ريفرنس تايب. طيب عندي اوبجكت تاني اسمه هاوس 2، واخد اي دي انتجر واريا فلوت او دبل، والوين بيلت ده ريفرنس تايب. طب انا دلوقتي لما عم قلت ان هاوس 2 هو بيساوي هاوس 1.clone، عمل ايه؟ حط في الميموري نسخه من الحاجات البريميتيفز للهاوس 2، بس الديت بيشاور على نفس الديت. بمعنى ان انا لو جيت قلت ان هاوس 1 ده دوت ديت وغيرت اي حاجه في الديت اوبجكت ده، بالتبعيه لما اجي اطبع الديت في هاوس 2 هشوف ان هو متغير، لان هو غير في نفس الريفرنس، فالاثنين شايفين نفس الريفرنس، وده هو معنى الشالو كوبي. طب اجي بقى اشوف، وده الكوبي الديفولت اللي بتسبورته الفانكشن اللي هي او الميثود اللي هي كلون. طب اجي ابص بقى على الديب كوبي، نفس الكلام اللي فات، نزل الحاجات البريميتيفز للاوبجكت الثاني زي ما هي، بس كاريت ريفرنس جديد للديت اوبجكت. طب انا لو جيت غيرت هنا في الديت هاوس 2 ده مش هيشوف التغيير ده، عكس الشالو كوبي. فده كده الفرق ما بين الشالو كوبي والديب كوبي. عشان كده هنا في السلايد اللي فاتت ان انت بيقول لك ان ده شالو كوبي، لو ديب كوبي دو ات مانيوالي، انت اللي كاريت اوبجكت جديد من الديت اوبجكت واساينه او اعمل له سيتنج للهاوس 2 او للاوبجكت اللي انت عايز تعمل له كلون. طيب نيجي نتكلم بقى على فاينل او بي نوتس. دي نوتس كده للجنرال ديزاين للاو بي، ان بيقول لك ان الكلاسز شود بي كوهيرنت، ان الكلاس ده هو بيديسكرايب سنجل انتيتي مستقله بذاته بكل الاوبريشنز اللي فيه، تمام، ولازم تبقى الاوبريشنز دي لوجيكالي فيتنج مع بعضها، مناسبه مع بعضها، بتعبر عن الكاركتر بتاع الكلاس ده. طيب والسنجل انتيتي وذ تو ريسبونسابيلتيز ده بقى للديزاين، ان انا ما ينفعش عندي كلاس هو
عنده responsibilities كتير. انا لا اقدر اكسر ال responsibilities دي لسيفرال كلاس، سواء بالانهيرتنس سواء بالانترفيس، ان انا بقول ان انا حاجه عندي generic وبشوف ان ال classes اللي هت implement الانترفيس ده او ال classes اللي هت extend من ال parent class او من السوبر كلاس بيدفاينوا properties خاصه بيهم. فهو هنا دي معنى كلمة a single entity with two responsibilities should be broken into several clauses to separate the responsibilities، زي ال string وال string builder وال string buffer. زي ما شفنا ان ال string هو immutable، بس ال string builder وال string buffer immutable. واتكلمنا على ان كلهم هما بي provide different implementation لل string، بس بفرق characteristics معينة ما بين ال string وما بين ال string builder أو ال string buffer. طيب هنا ال classes are designed for use. احنا قلنا ان ال classes دي هي template بترجع تستخدم بشكل ما، سواء ان انا بعمل inheritance منها فانا ب override ال implementation بتاعها، بمعنى اخر ان انا برجع اعيد استخدامها بشكل معين، فده معنى كلمة designed for use. Always try to provide the following: public no arg constructor، زي ما اتكلمنا على ان هو الديفولت constructor. احنا قلنا لو احنا عاملين constructors parameterized، فهو لو جيت عملت instantiation بديفولت constructor ده هيطلع لي error، فلازم ان انا ابقى بروفايد النو ارج constructor، constructor الديفولت بتاعي. تمام. واوفررايد التو سترينج والايكوالز والهاش كود methods، ان انا اشوف الكلاس ده بدل ما اجي اقول في المين ان انا بسيستم اوت الاوبجكت بتاعي، فيطلع لي زي ما شفنا في اللابس اللي فاتت اسم الكلاس ات الادرس في الميموري او الادرس هاشت. لا، ان انا لازم اوفررايد التو سترينج ميثود عشان لما اقول ان اجي اطبع الاوبجكت يبقى بي provide ال string representation لل properties بتاعت ال object ده. وال equals وال hash code لازم أعرف إيه ال criteria اللي أنا بقول إن ال two objects دول equal لبعض، وال hash code بناء على ال equals. طيب follow standard Java programming conventions، إن أنا use informative names لل class وال data members، الأسامي لازم تبقى meaningful معبرة. ما اعملش مثلا للكلاس كلاس 1 الداتا ممبر بتاعته اكس، هي اكس دي بتعبر عن ايه بالظبط؟ لا، انا بقول مثلا ان اكس ده هي الاي دي، النيم، الجريد، تبقى الداتا ممبرز انفورماتيف او مينينجفول. وبليس الداتا ممبرز ديكلاريشن فيرست، انا اي كلاس عندي بيبقى الداتا هي اللي في الاول وبعد كده الميثودز، مش الميثودز وبعد كده الداتا، then the constructors، then the methods. وبعد كده بيقول لك ان ال class ده should use a private modifier to hide its data from direct access by clients. يبقى انا ما ينفعش ان انا اسيب data member عندي متعرف بال default access modifier، لا، ان انا بقول ان ال data members دي هي private، وب expose بقى اللي انا عايز expose عن طريق ال getters وال setters اللي هم public. والmethods that are used in internally in the class implementation should be also hidden from the client. لو أنا في methods مش بتعبر لي عن functionality أقدر إن أنا أستخدمها للclass ده، فأنا بقول إن الmethods دي هي private used جوه الimplementation بتاع الclass ده. وبيقولك بعد كده إن the property that's shared by all instances of the class should be declared as static، زي ما قلنا استخدام للstatic إنها عدد ال objects اللي created من ال class ده، فهي shared across كل ال instances، فطبيعي إن أنا أقول إنها static. وبيقولك إن the strong is a relationship، إحنا زي ما قلنا إن ال teacher هو is a person، ال student is a person، فهي بتتmodel by ال الكونكريت والابستراكت كلاسز. لو انا بقول ان لازم ان التيتشر ده هو لازم هيكون بيرسون، فهي سترونج از ايه، فانا بقول ان التيتشر ده ممكن يبقى البيرسون ده يبقى ابستراكت ما
ما اقدرش اجي اقول person B equal new person، مش هانستانشيات. بس التيتشر لازم هيبقى concrete class. طيب الweek is a relationship، ممكن ان انا اخليها اعمل لها modeling by interface، ان انا بقول عندي ان في حاجة تقبل تكون كذا او كذا او ما تكونش، فدي week is a relationship. جالك هنا الobject is an instance of its class, all of its parent classes and all interfaces it implement. ان الobject ده هو instance من الclass او الparent class او الinterfaces اللي هو بيimplementها. طيب هنا ده example، انا عندي class A ما فيهوش اي حاجة، وعندي هنا class B بيextend A وبيimplement الcomparable والclonable. بس الـ comparable أنا أديته إن هو الـ type بتاعه B، إن أنا بقارن two objects من class B، وعملت override للـ method اللي هي clone، وهنا override للـ compare to. تمام؟ طيب هنا في الـ main جيت عرفت إيه؟ عرفت object من class B. فاكرين الـ keyword بتاعت instance of، إن أنا بتأكد من الـ object ده هو واخد أني reference في الـ memory، أو هو instance من إيه بالظبط. فهنا لو هطبع ان B instance of هي بترجع لي true او false، ف B هو instance فعلا من class B فهو true. طيب B هو instance من A، مش انا عندي ان B بيextend من A، يبقى B is A فهو instance من A. طيب هو instance من object، احنا عندنا قلنا ان الكلاس كلها هي بتextend من الobject class. طيب B هو instance من comparable، طب ما بي بي implement الانترفيس اللي هو comparable، فآه true. طيب بي instance من clonable، هو بي implement الانترفيس اللي هو clonable، فكل دول true. وده معنى آخر جملة، إن الobject هو instance من الclass أو كل الparent classes أو كل الانترفيس اللي بي implementها. بي هو instance من بي ومن A ومن comparable ومن clonable ومن الأوبجكت طبعا اللي هو البيرنت ليهم. طيب كده احنا خلصنا اللاب ده، دي كده نوتس هتشوفوها في سلايدز اللاب لما ارفعها لكم، على التو اوبشنز ان انا سيت اب بيها الجافا اف اكس. ده للناس اللي هي عامله سيت اب للنت بينز اللي هو الليتست 12 والجافا اللي هي الليتست جافا 11. الجافا اف اكس هي مفروض باي ديفولت في الجافا 8، او انها الناس اللي مسطبه جي دي كي 11 الاوبشنز دي مفروض انها هتنفع معاهم. الناس بقى اللي عامله سيت اب للفيرجنز الاقل مفروض انها يعني انكلودد اوريدي في الجي دي كي معاهم. في التو سلايدز دول ونبتدي نشوف اللاب كويستشنز. طيب أول question في lab 5 بيقول إيه؟ What are the mistakes in the following problem? Suggest a way to fix all errors and show the exact output after fixing it. ده كده snippet of code بيقول لك trace الكود ده وشوف إيه الحاجات الغلط أو إيه الحاجات اللي بتviolate الـ principles أو الـ rules اللي إحنا قلناها، سواء في الـ abstract class سواء الـ interfaces، وبعد كده هشوف الـ exact output. طيب أنا عندي هنا class A، تمام؟ class A ده في method F1 بيقول لك إن A.F1 called، وبعد كده public final void F2 بيسيستم out الـ statement دي. فأنا دلوقتي عندي class A هو في function 1 public void عادية، و function 2 هي public final void. فبداية كده احنا قلنا ان ال final keyword بالنسبة لل classes يبقى ال class ده مش هيحصل له inheritance، و ال final keyword بالنسبة لل methods فهي مش هينفع ان انا اعمل لها overriding، تمام؟ فدلوقتي عندي كمان method public abstract void F3،
فدلوقتي الكلاس ايه ده هو فيه ميثود كونكريت عادية وميثود ابستراكت وميثود فاينل. جيت هنا عرفت كلاس بي بيكستند كلاس ايه، تمام مفيش مشكلة، انا الكلاس عندي مش فاينل. طيب public void function 1 عمل override لfunction 1 تمام، نده فيها super.f1 مفيش مشكلة، وبعد كده طبع b.f1.call ماشي مفيش حاجة تمام. طيب هنا بقى public void f2 ندى فيها على super.f2 وسيستم اوت. طيب هل ده كده صح؟ هو كده عمل override لfunction 2، function 2 هي مفروض final تمام؟ يبقى ده كده غلط. فالحل يشيل الimplementation بتاع الميثود دي او ان انا اشيل كلمة final. فالاسهل ان انا هشيل كلمة final من class A. طيب تاني حاجة، انا عندي هنا في نفس class B public void F3. F3 دي كانت في class A هي abstract. طيب هنا انا عملت provide لimplementation ليها في class B فتمام، وبتتبع fb.f3 called، فكده class B ده هو كده قائم بذاته، مش محتاج ان انا اعرفه abstract لانه عمل override لكل الابستراكت ميثودز اللي declared في البيرنت اللي هو ايه، فتمام كده. يبقى كده اول غلطة عندي ايه، يشيل كلمة final وكده class B مظبوط، او ان انا اشيل override للF2 دي في class B. طيب ايه اللي انا اعمله؟ احسن ان انا اعمل minimum changes، يعني اشيل الكيورد اللي هي final. طيب بعد كده عندي ايه؟ عندي class C بيextend class A. public void F1 عملت override للF1 في C تمام مفيش مشكلة، يبقى class C ده تمام. طيب وعندي class D abstract class، يبقى أنا كده متوقعة أن يبقى عندي فيه abstract methods أو ما عنديش فيه abstract methods. abstract class D extend class C. طيب هنا عملت override لF3 ولا لأ؟ F3 كانت متعرفة فين؟ في class A abstract. عملت override للA لF3 في class D فده كده تمام مفيش مشكلة. طيب عندي بعد كده class E final بيextend class D. طب انا لما كده اعرف class E ان هو final يبقى كده انا ببريفنت الانهيرتنس من class E. طب هنا انا عندي class F بيextend E يبقى ده كده غلطة، يبقى الحل ان انا اشيل كلمة final من التعريف بتاع class E. وبعد كده public void F3 بندها على السوبر اللي هو class E واخدها من class D وclass D واخدها من class C اللي هي في A كمان، فكده تمام. طيب وهنا مطلوب منكم انكم تتريسوا ال declaration بتاع الاري ده والobjects اللي فيها وتشوفوا الoutputs. بس مبدئيا انا قلت دلوقتي ايه الاخطاء، ان انا دلوقتي ما ينفعش اقول ان class هو final واكستند منه، ما ينفعش ان انا اقول ان method هي final واعمل لها override تمام. طيب عندي question 2 بيقول ايه، assume we are interested in representing the three geometric shape، واحد line with a start. ال start دي عبارة عن point، ال point دي هنستخدم ال class اللي already موجود في javafx.geometry point 2d، وده استخدمناه في اللابس اللي فاتت. and the end point برضو هستخدمها انها point 2d.
فانا عندي كده اول geometric shape هو اللاين، تاني geometric shape الريكتانجل with a start، start للبوينت بتاعته، ولينث وويدث. انا الريكتانجل لما اجي هرسمه عندي start ولينث وويدث. تالت شيب عندي الاليبس with a start ولينث وويدث، وقايل لك طبعا التايبس بتاعت اللينث والويدث ان هم دبل. define the appropriate classes، all the classes should have public constructor accessor to all fields and all shapes should have draw method which is specific to every shape type. يبقى كل shape هو مفروض عنده constructor وعنده method اللي هي draw which should simply print the shape information. ده معنى ايه؟ ان انا ه override the two string for each class and each method you defined specify whether it can be declared as abstract or final. طيب تعالوا نشوف الكلام ده على الاي دي اي. هنا انا عندي كنا بنتكلم ايه، ان عندي الاليبس واللاين والريكتانجل هما شيبس. طيب الشيبس دي كلها بتشترك في ايه؟ في الستارت بوينت، عندهم كلهم ستارت. طيب انا الميثود اللي هي درو دي المفروض انها بتختلف الامبلمنتيشن بتاعها عن الريكتانجل وعن الشيب، عن الريكتانجل سوري او الاليبس او اللاين. طيب فكده انا عرفت ايه؟ ان الشيب عندي هو ابستراكت كلاس مش انترفيس. ليه؟ لان الانترفيس احنا قلنا ان ما فيهوش داتا ممبر، او الداتا ممبر اللي فيه عباره عن كونستنت، وانا عندي ان الستارت دي هي بوينت بس مش كونستنت، هي بتختلف. طب فانا كده عرفت ان الشيب هو ابستراكت كلاس عنده برايفت داتا ممبر بوينت 2 دي ستارت، وعرفت له الكونستراكتور بتاعه تمام. وهنا عملت جيتر للستارت. كان في question بيقولك شوف ايه ال data members او ال methods اللي انا اعرفها انها abstract او final. طيب ال get start هي abstract؟ لا، بترجع لي ال start فهي فيها implementation. طيب ممكن ان انا اخليها final. final ليه؟ ما اقدرش ان انا اعدل على ال start اللي هتعملها لي، هتعمل لي ليها return او retrieval. طيب عندي method تانية اسمها draw، ودرو دي هي abstract. abstract ليه؟ انا مش هقدر ان انا ابروفايد ال implementation بتاعها في الشيب، هيختلف سواء في الريكتانجل او في اللاين او في الاليبس. طيب ده كده الكلاس اللي هو الشيب الابستراكت. تعالوا نشوف هنا في الريكتانجل، او نمسك ابسط حاجه اللاين في الاول. اللاين عندي ان هو بيكستند الشيب. اللاين بقى ايه فرقه عن الشيب؟ ان عنده اند تمام، عنده start start واخدها من الشيب، وend واخدها من منه هو متعرفه فيه. طيب ال get end معرفها final زي ما شفنا في ال get start. طيب وهنا ده ال constructor بتاعي، ناديت على ايه في ال constructor؟ ناديت ال super. ليه؟ عملت initialize ال line، لازم initialize بال start وبال end. طيب ال start هناك في الشيب private زي ما شفنا في اللابس اللي فاتت، فاقدر ان انا اكسسها عن طريق ايه؟ عن طريق السوبر كونستراكتور. وعملت initialize للاند بزيس keyword زي ما قلنا عشان ال properties نفس الاسم. عملت بقى override للfunction اللي هي draw او للميثود اللي هي draw، والdraw هي final. final فين؟ final في line. بس لو كنت عملتها final في الشيب مش هينفع ان انا اوفررايدها، فقلت خلاص انها final مش هينفع تتوفررايد بعد كده، وطبعت اللاينز دول فيها ان انا بقول ان هو drawing line، وبقيت الستارت وبقيت الاند. طيب تعالوا نشوف في الريكتانجل نفس الكلام. الريكتانجل احنا قلنا ايه؟ عنده start، والستارت دي واخدها من الشيب، بس ايه فرق الريكتانجل عن اللاين؟ عنده length وويدث. ممكن
عرف كذا داتا ممبر في نفس السطر بالمنظر ده، ان انا بقول دبل لينث والكاما وويتس الاثنين واخدين نفس الداتا تايب، نفس السي بلس بلس بالظبط. طيب جيت اللاين او جيت اللينث سوري، هي فاينل تمام، مش هينفع تتاوفر رايد، وفاينل للويتس. وهنا عرفت الكونستراكتور بتاع ريكتانجل، الريكتانجل عشان اعمل له انستانشيشن لازم ليه ستارت ولينث وويتس. ندهت على السوبر بتاع الشيب عشان اعرف الستارت تمام، وعملت انيشاليزيشن لللينث وللويتس، ونفس الكلام اللي شفته في اللاين عملت اوفررايد للدرو، قلت خلاص انها فاينل مش هينفع تتاوفررايد من الريكتانجل. ونفس الكلام هتلاقوا نفس الكلام بالظبط بالنسبه للاليبس، اللي اليبس ايه نفس الفرق بتاعه عن الريكتانجل، برضو كان ليه لينث وويتس، فاينل للجيت لللينث والجيت والويتس، والاليبس ليه الستارت واللينث والويتس، نفس الكلام في الكونستراكتور والفاينل درو. وحل اللاب ده كده المفروض هتلاقوه بالفايلز بتاعته، هيكون مرفوع لكم على الدرايف. طيب ده كده الجزء الاولاني من السؤال، هو يعتبر نفس السؤال متقسم على question 2 question 3، ان انا بعرف الكلاسز وبقول ايه الابستراكت عندي وايه الكلاسز اللي هتنهرت، وبعرف الداتا ممبرز او الميثودز اللي اقدر اقول انها فاينل او مش فاينل. طيب تعالوا نبص على الجزء الثاني من السؤال اللي هو موجود في question 3. بيقول لك create a class that represents a canvas. الكانفاس ده has multiple shapes، وبيقول لك hint كده ان انت تيوز الاراي ليست. الكلاس ده should have the following methods: add shape، ان انا add shape للكانفاس، او remove shape from الكانفاس، او ان انا get shape returns the closest shape to a given point، ان انا هدي له point وهي return لي الshape الclosest ليها، اقرب مسافة من البوينت دي للشيب اللي موجودة على حسب كل بوينت وكل ستارت للشيب ده. هنت بيقول لك ان انت you will have to calculate the distance between the start الشيب start point and the given point. وfunction اسمها draw all، simply draw all canvas shapes. Write a simple driver program that tests the functionality of the canvas class. هنيجي نشوف في الIDE. زي ما شفنا في الكويستشن، هو طالب ان انا اعرف كلاس اسمه كانفاس في فانكشناليتيز معينه، زي ان انا ريموف يعني، او الكانفاس ده بيحتوي على كل الشيبس اللي انا عرفتها عندي، وبيحتوي بقى على شويه فانكشناليتيز كده زي السترينج، ان انا اقدر ان انا ريموف شيب، اد شيب، ادرو كلهم وهكذا. فانا عندي كلاس كانفاس ده هو عنده private array list، والarray list دي هي عبارة عن shape بتاخد generic type shape واسمها shapes. ليه أنا ما عرفتهاش array؟ لأن أنا هحتاج إن لو عرفتها array إن يبقى ليها size معين. فالarray list دي هي فرقها عن الarray إنها ال adding وال removing منها هو dynamic، او ان هو internally زي ما كنا شفنا في C++ internally هو بيالوكيت او بيدي الوكيت السايز بتاع الاري على حسب انا كل مره بزود elements او بشيل منها elements. فده كده عرف array list نوعها shape بتاخد shape واسمها shapes. عرف constructor اسمه canvas وبينيشالايز، يعني اول ما اعمل object من class الكانفاس ده هو هينيشالايز، هو كده لغايه الجزئية دي الأري هي null. عرف ليها space في ال أو عرف ليها reference في الheap. طيب إيه الفانكشناليتيز بقى؟ إن أنا أأد shape للليست دي، أأد shape وبتاخد shape كأرجيومنت، وزيس دوت shapes كده أنا بجيت الليست، والليست بتبروفايد functions أو methods زي السترينج دوت أد، فأنا كده ضفت الشيب. طيب إيه الفانكشناليتيز التانية؟ ريموف shape ببعت لها shape كargument، وبقول ان this dot shapes ده كده list dot contain، دي برضو method من methods بتاعت الarray lists، ببعت لها الاس الشيب ده.
بقول انها لو بتكونتين الشيب ده فانا بعمل this dot shape dot remove. برضو دي methods المفروض هتلاقوها في السلايدز بتاعت الليكتشر، هتلاقوا الميثودز يعني مش هتحفظوا كله بس هتحفظوا الحاجات اللي هي الكومن زي الكونتين او ان الريموف او الاد، دي الحاجات الموست كومن في الليست. بقول ان هو دوت ريموف الاس وبريتيرن ترو ان ده ريموفد او لا. ممكن كنت اعملها هنا void بس هو هنا مرجعها لي بوليان عشان اقول او يبقى انديكيتور ليا الشيب ده حصل له ريموفال من الليست او لا، تمام؟ وبريتيرن فولس لو هو مش ريموفد. طيب كان ايه الفانكشناليتي الزياده اللي فيه؟ جيت الشيب، جيت الكلوزست شيب لللوكيشن ده او للبوينت دي. طيب ببعت لها بوينت والبروسيجر بقى بتاعتي ان انا بقول بعرف دبل فاريبل هو عباره عن الماكسيمم فاليو بتاعت الدبل، تمام؟ ممكن لكل واحد ليه implementation معين في دماغه، ممكن تجربه انتوا على حسب كل واحد هيimplementها ازاي او هيقدر يقول انه هيجيب ال closest shape ازاي. انا هنا بقول ان هعرف variable اسمه mindest ده واخد اكبر value في الدبل، وبعرف الشيب اللي هو هرجعه بيساوي null، وفي الاخر هعمل له set بال object او الشيب اللي انا لقيته ان هو اقرب حاجة للبوينت اللي انا باعتها دي. طيب هلوب ثرو الشيبس وفايند المينيمم ديستانس. طيب هنا عملت فور لوب فور ايتش زي شفناها في اللابس اللي فاتت. فرقها عن الفور لوب العادية، الفور لوب بتتعامل بالإتريتور ده بتتعامل انها فور ايتش بتلوب على الاري وبتجيت الاوبجكتس من الاري دي. طيب هنا عرف ايه الدبل ديستنس، هشوف بقى هبتدي اشوف الشيب بتاعتي او الشيب اللي من جوه كل من يعني الشيبس اللي موجوده في الاري. اجيب الستارت وقلنا ان بوينت 2 دي كلاس ده بيبروفايد فانكشناليتيز زي الديستنس، هتلاقوها هنا. هنا في الامبلمنتيشن بتاع الكلاس نفسه في فانكشن هنا اللي هي الديستنس اوريدي امبلمنتد، كده بيجيب الديستنس ما بين تو بوينتس، تمام؟ فهنا لما اقول ان الشيب ده دوت جيت ستارت كاني بقول بوينت 2 دي دوت ديستنس من اللوكيشن او البوينت اللي انا بعتها، فهيجيب لي الديستنس ما بين التو بوينتس دول. وهقول ان الديستنس دي لو اقل من المينيمم ديستانس فهقول ان الشيب ايكوال الشيب، تمام؟ وبعد كده في الاخر اريتيرن الشيب ده، فهو هيلوب ثرو كل الشيبس وفي الاخر هيرجع لي الشيب اللي هو اقرب شيب للبوينت بتاعتي. طيب function draw all، draw all دي ايه؟ احنا قلنا ان كل شيب من الشيبس اللي متعرفه جوه الاري ليست اللي في الكلاس ده في بت implement الفانكشن الدرو. فدرو اول تتوقعوا انها هتعمل ايه؟ هتلوب ثرو كل الليست وتطبع اللي هي الدرو او تانفوك الميثود اللي هي درو. فهو هنا عمل فور ايتش ونادى الدوت درو وبعد كده طبع دي كده بس alignment عشان شكل الطباعه نفسه. طيب بيقول لك كان في الاخر رايت درايفر بروجرام عشان اتست ال الفانكشناليتيز دي. هو هنا جه في المين عمل ايه؟ عمل اوبجكت من الكانفاس كلاس وعمل ان السي دوت اد شيب، هنا عرف لاين بالستارت والاند بتاعته، هنا عرف اد شيب عرف ريكتانجل باللينس والويتس والستارت بتاعته، وهنا الاليبس بالستارت واللينس والويتس بتاعته، وهنا نادى دوت درو اول. وهتلاقوا الكود ده موجود في الحلول بتاعت اللابس اللي اوريدي هرفعها لكم. طيب نيجي نشوف question 4، وزي ما هتشوفوا ان question 4 هو عباره عن جزء اولاني وبقيته هنكمله في question 5. هنا بيقول لك ايه define an interface called movable
with a single method void move بتاخد double dx و double dy two coordinates x و y. طيب هنا بيقول لك create a class that represents a new shape type called diamond with a start الtype بتاعها 0.2d واخدة length و width. Your class should extend the class shape اللي احنا عرفناه في problem 2. Your class should also implement the movable تمام with comparable interface. Write a simple driver program that tests the functionality of the diamond class. يعني ان انا هعرف interface movable في method اللي هي move وهكريت class اسمه diamond بيمثل لي shape جديد وهي implement the movable والcomparable. تعالوا نشوف الكلام ده في البرنامج. طيب انا عندي ايه في الكويستشن ده؟ احنا قلنا ان احنا هنعرف انترفيس اسمه movable واي كلاس هي implement الانترفيس ده معناه ان انا بقول ان هو هي override الميثود اللي هي move او هي implement sorry الميثود اللي هي move. طيب هو move دي قصده بيها ايه؟ ان انا اي شيب هقوله dot move فأنا كده بحركه مقدار x ومقدار y. يعني أنا زي مثلا بادئ من بوينت الكوردينتس بتاعتها 2 و 3 فأنا بقول له دوت موف مثلا 1 و 3 فهو هيضيف 1 على ال x كوردينت بتاعت البوينت وهيضيف 3 على ال y كوردينت بتاعت ال y. فأنا دلوقتي عرفت انترفيس موفابل وفي ميثود اسمها موف dx و dy وجيت هعرف الكلاس اللي هو اسمه دايموند. وقلنا ان الدايموند ده هو بيكستند الشيب اللي احنا عرفناه اهو في البروبلمز اللي فاتت وبي امبلمنت الموفابل والكومبارابل. والكومبارابل انا اكيد هقارن دايموند بدايموند فانا واخد جينيريك تايب اللي هو الدايموند تمام. وهنا عادي ان انا امبلمنت كذا انترفيس انما في الكلاسز لا مفيش مالتيبل انهيرتنس. طيب هنا في الدايموند انا عندي ايه؟ عندي اللينس والويتس والستارت هو واخدها من الشيب. طيب هنا جت لللينس وجت للويتس وممكن دول اعرفهم فاينل زي ما عرفناهم في البروبلم اللي فاتت. وهنا الكونستراكتور بتاعي عندي الستارت وعندي اللينس وعندي الويتس هينيشاليز الستارت عن طريق السوبر اللي واخده من الشيب واللينس والويتس. طيب هي override بقى الميثود اللي هي الدرو اللي موجوده في الشيب وفاينل تمام عشان مش هت override بعد كده drawing الدايموند وبيطبع الستارت وبيطبع اللينس. طيب هنا بقى كان في ميثود اللي هي الموف اللي في الانترفيس الموفابل انترفيس. موف دي هتعمل ايه؟ انا دلوقتي هجيب الستارت this dot get start هجيب الستارت القديمه واقول ان الستارت القديمه dot add دي ميثود ريليتد للبوينت 2D بتعمل ايه؟ لو نبص في الامبلمنتيشن بتاعها، الامبلمنتيشن بتاعها بنجيبه كده بنقف عليها وكنترول وكليك عليها بتعمل ايه؟ بتعمل بوينت جديده وبتجيب الاكس بتاعت الاوبجكت اللي انا واقفه فيه دلوقتي بلس الاكس اللي انا بعته لها والجيت واي بلس الواي اللي انا بعته لها وبتعمل اوبجكت او بوينت جديده بالكوردينتس الجديده. وبعد كده بقول ايه؟ ان this dot set start بقى انا عندي خلاص رجعت بوينت جديده بعد ما عملت موف للكوردينتس بتاعتها وبعمل لها سيتنج على الستارت بتاعتي تمام. طيب للدايموند بكالكوليت الاريا ان اللينس في الويتس على 2 تمام. وبعد كده عملت اوفررايد للميثود اللي هي الكومبير وبعت لها دايموند كارجمنت. الكومبيرنج بقى بعمل ايه؟ بيزد على الاريا. هو هنا بيقول لك اسيوم الكومبارزن ده بيزد على الاريا. ان ذيس دوت كالكوليت الاريا لو الاريا بتاعت الاوبجكت اللي انا عمل انفوك للكومبير تو اكبر من الباست ارجيومنت فهيترن واحد، لو اقل هرجع نيجاتيف 1 ولو لا اكبر ولا اقل فهو اكيد ايكوال فهيترن 0. طيب الدرايفر بروجرام هتلاقوه مرفوع لكم في الحلول. هو هنا عمل ايه؟ هيتست بقى الدايموند بروبرتس. عمل دايموند ب 0.0 دي زي الباي كده في الماست كلاس
initialized انها 0 0 0 في الاكس و0 في الواي واللينث والويث، وعمل بعد كده درو، وهيعمل بعد كده موف 1 1 في الاكس والواي، وبعد كده هيعمل لها موف وبعد كده يدرو. فاحنا متوقعين ايه؟ ان البوينت بتاعته هي هتبقى باتنين، 0 وزيرو، فهنزود واحد وبعد كده هنزود واحد فهيبقى اتنين. بعد كده دايموند اتنين عرفها انها زيرو وبلينس وويتس وان، وبعد كده عمل كومبير تو، فهيكمبير على بيزد على الاريا. بعد كده عمل ايه؟ عمل اري التايب بتاعها موفابل. فموفابل دي هتشيل ايه؟ هتشيل الكلاسس اللي هي بتimplement الانترفيس اللي هو موفابل، فهتشيل دايموندز كاريت ايه في الاندكس 0، كاريت دايموند بالبروبرتس دي وكاريت دايموند بالبروبرتس دي، 3 دايموندز. وعمل فور لوب فور ايتش، وعمل موف لكل دايموند. ده كده سيناريو. ممكن حد يعمل سيناريو تاني، احنا كده عشان نتست كل البروبرتس او كل الفانكشناليتيز اللي اتكتبت. وبعد كده عمل فور لوب بيدرو كل الدايموندز. بس هنا نلاحظ ايه؟ ان الموفابل دلوقتي انا لما باجي بايتريت او بلوب على الاري اللي هي موفابل دي، كل element من الاري دي هترجع لي موفابل كانترفيس. طيب انا الانترفيس هينفع ان انا ارسمه؟ لا، الدرو دي مش موجوده في الانترفيس، فلازم هكاست ان هو شيب. انا ما اعرفش الشيب اللي جواه ايه، يعني كان هنا ممكن اعمل له كاستنج ان هو يبقى دايموند او ان هو شيب، وكده كده الشيب او الدايموند بيكستند من الشيب. فعملت كاستنج للجينيريك شيب وندهت الدرو، وهنا فوق عملت لاين يعني ان انا افصل من بعد بقيه البروجرام. وبعد كده نده السورتنج على الاري بتاعت الانترفيس دي، تمام. وبعد كده رجع رسمهم تاني. فده كده question number 4. نيجي نكمل بقى على question 5، نشوف تكملته هيبقى عاملة ازاي. هنا بيقولك ايه؟ create an array of movables and fill it within diamond objects and with arbitrary values for the fields. Iterate through an array of movables and move each object in the array. وده اللي احنا الجزء اللي شفناه دلوقتي في البرنامج. We use array.sort method on your array and finally iterate over your array and invoke the draw method. باختصار بيقول لي ايه؟ carry array من الموفابلز واعمل لها populate او fill it بعدد معين n من الدايموندز. فكده هو انا بكاريت array مش array list with arbitrary values. انا هكاريت objects من الدايموند وهفيلها في الarray دي وهلف عليها، هعمل iteration عليها، أموف كل object وبعد كده sort وبعد كده iterate وادرو. وده اللي احنا شفناه في البرنامج هنا. هو هنا لغاية الجزء اللي احنا عرفنا فيه الانترفيس والكلاسز كان تمام. question 5 question 4 sorry question 5 بقى هنا عمل ايه؟ عمل array، هقول ان انا هملاها بثلاثة diamonds وعرفهم هنا بالproperties بتاعتهم، عمل iteration عليهم وعمل لهم move، اختار ان هو يعمل لهم move 1 1 في الx والy، وبعد كده رجع رسمهم تاني، وبعد كده عمل لهم sorting بالarrays.sort، وبعد كده عمل لهم draw تاني. وكده نكون خلصنا lab 5. والحلول المفروض هتلاقوها مع حلول بقية اللابس، هتكون مرفوعة مع اللاب 5 أو الريكورد بتاع لاب 5.